لم تكن الكتب وحدها شاهدة على أحداث الثورة التحريرية، أعظم ثورات القرن العشرين، فالفن التشكيلي هو الآخر توج كشريك في عملية التأريخ. فنان يبحث عن الضروريات، هكذا وصف الفنان التشكيلي الراحل صالح حيون من قبل أصدقائه الذين قدموا 100 لوحة في الذكرى الرابعة لرحيله في معرض احتضنه قصر الثقافة مفدي زكريا. حيون رصد معاناة الجزائريين خلال حرب التحرير، فأبدع لوحات مناضلين وزوجات شهداء وأمهاتهن، فانتقل بين مدارس فنية مختلفة كالتجريد والمنمنمات، كما اعتمد عدة تقنيات كالزيت والألوان المائية وفن النقش. صالح حيون درس الفنون الجميلة في الجزائر وباريس، وشارك في معرض جماعي عام 1965، وقدم أول معرض فردي له في عام 1969. جدارياته الفنية التاريخية لا تزال تزين متحف الجيش، واستضافته الكثير من الأروقة والمعاهد والمراكز الثقافية الأجنبية في الجزائر. شاهد على التاريخ، هكذا كان صالح حيون الذي وظف فنه وموهبته لإضاءة حقبة استعمارية، فكان مؤرخاً استثنائياً من خلال الصورة.